صباح اليوم المرحلة الثانية من انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارة الشركات، ذلك على مستوى 27 مديرية بالمحافظات بعد توقف دام 12 عاما. وتفقد وزير القوى العاملة محمد صعفان اللجان التي تقدم بها أوراق الترشح بقاعة الفروسية، والتي تضم 5 لجان للتصنيف النقابي فضلا عن الخيمة الكبيرة المخصصة لـ8 لجان، مؤكدا ضرورة التزام المرشحين بأماكن الدخول والخروج حتى تتم عملية التقدم في انسيابية ويسر.